السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى قضية جديدة وضيف جديد للحديث حول قضية التي عادة ما نطرحها أسبوعيا في مثل هكذا التوقيت. عندما نتحدث عن الحديدة فإننا نتحدث عن ألغاز شتى تبحث عن حل، سواء على الصعيد الصحي أو على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري، وثمة ازدواج بالخطا فيما يتعلق بالأمم المتحدة حيال القضية، قضية ما يحدث عموما في الحديدة. مشاهدي الأعزاء، سوف نسلط الضوء في هذه الحلقة على ثلاثة محاور، وكما أشرت الجانب الصحي وأيضا الجانب العسكري والجانب الميداني، وفي ظل الخروقات المتواصلة وفي ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة وعلى وجه خاص المبعوث الأممي إلى اليمن وفريقه. في هذه الأثناء مشاهدينا كانت يعني أبهجية جوها كان قد وصل مؤخرا إلى مطار عدن بعد أن حالت ظروف يعني فرضتها الميليشيات حالت دون وصوله ومنحه بطاقة مرور إلى الحديدة. هنالك نقاط واستفهامات كثيرة سوف نحاول طرحها في هذه الحلقة، لكن بعد أن نستمع إلى هذا التقرير ومن ثم أعود إليكم. الطائرة الأممية تصل إلى مطار عدن وعليها الجنرال الهندي أبهاجيت جوها الذي يرى في العاصمة المؤقتة معبرا صوب المخا بعد عجزه التام في استخراج تصريح من الحوثي للعبور إلى جنوب مدينة الحديدة والعبور منها عبر مناطق سيطرة القوات المشتركة إلى المخا التي قصف فيها الحوثي مقر لجنة إعادة الانتشار. وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية إلى عدن كان مناسبا للقاء الفريق الحكومي وعقد اجتماع ثنائي لنقاش ضرورة فتح معابر إنسانية لأبناء الحديدة وتنفيذ مفهوم إعادة الانتشار المتمثل في انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ ومدينة الحديدة كخطوة أولية. الاجتماع الأممي الحكومي شمل الحديث عن خروقات الحوثي وإعلان الميليشيات حالة الحرب التي وقف تعقل القوات المشتركة حائط صد أمام انفلات الهدنة الأممية الهشة. أبهجيت جوها وصل إلى عدن محملا من وزارة الخارجية اليمنية رسالة مفادها ضرورة خروج الحوثي من الحديدة إلى جانب ضرورة الحفاظ على اتفاق ستوكهولم كحل للقضية، كان ذلك في لقاء منتصف الشهر الجاري. وإلى ذلك كان وضاح الدبيش الناطق باسم قوات تحرير الساحل قد صرح بأن الأمم المتحدة في الحديدة مسلوبة القرار وليس بوسعها عمل شيء لإنقاذ اتفاق ستوكهولم الذي يراوح مكانه منذ عام كامل. يأتي هذا التصريح بعد تجاهل أممي للحاصل في المخا من قصف باليستي بتسعة صواريخ وتسيير طيران مفخخ بين الفينة والأخرى. قابلت الأمم المتحدة هذا التصاب الحوثي بصمت أخرج هذه المنظمة الدولية عن دور الوساطة إلى مربع الانصياع والتواطؤ مع الميليشيات التي باتت تفرض نفسها أمرا واقعا على غريفيث وأبهجيت جوها. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء للحديث حول هذا الموضوع. ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية علي الجحبي من الألوية التهامية وهو أحد الجرحى للتحدث حول مآل الأوضاع في الحديدة. مرحبا بك أخ علي. يعني نتحدث عن الحديدة وتحديدا عن الجانب العسكري والخروقات التي تشهدها المدينة وريفها يعني بين الفينة والأخرى، هل حدثنا عن ذلك بداية؟ مرحبا بك أخي، مرحبا بالمشاهدين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث بآخر التطورات وآخر الأحداث منذ عام. باختصار، منذ عام أنا عدت من دولة مصر العربية بعد تلقي العلاج لمدة عام في دولة مصر، روحت لليمن وعدت إلى الجبهة برغم أنه رفضنا قائد اللواء بأن أشارك بحيث أني جريح، ولكن نزلت مع قوات المقاومة الوطنية التابعة للعميد طارق محمد عبد الله صالح، ونزلنا بكتيبة الكتيبة 13 الدعم والإسناد. وبينما نزولنا وبعد تجهيز العتاد والقوة في المخا انطلقنا إلى هجمة الحديدة دخول مصنع يماني، ونحن في مقدمة الصفوف شاهدنا انهيار الميليشيات وانكسارهم وخوفهم من المواجهات، كان بصراحة شكل مخزي والله.
لا يستطيعون المواجهة أبدا، فهم مهزومون والله مهزومين. عندما دخلنا مصنع يماني واتجهنا من مصنع يماني نلاحقهم من حوش الآخر إلى أن وصلنا إلى 22 مايو، مستشفى 22 مايو. الأموم كانت بصراحة هجمة بكثر ما شفنا عدونا يعني منهار ومنكسر ومتردد من المواجهات. تمتعنا بتلك الهجمة وتفاجأنا فجأة بوقوف التقدم. ليه؟ هذه الأوامر من أين صدرت؟ صدرت الأوامر من قيادتنا المباشرة في الميدان، بحيث أنه وجد هناك اتفاق وجد حوار وجد من الأمور السياسية العليا التي لا نعرف بها. إحنا لا نعرف إلا في الميدان أن قوتنا وأن قوة عدونا وكيف نتصدى لعدونا وكيف نهاجم لعدونا. نعم، يعني هل نقرأ هذه الأوامر من باب التزام بالهدنة وعدم الاستمرار في سفك الدم، أما يعني أن هنالك أوامر أخرى؟ طبعا هذا ما نحاول أن نستشفه أيضا من خلال اتصالي من العميد ركن الطيار حسين العمري. سيرة العميد، مرحبا بك. استمعت إلى الملازم عدي الجحبي ويتحدث، هو أحد الجرحى جرحى المعركة في الحديدة، ويتحدث عن أوامر تحول دون استمرار التقدم. يعني قراءتكم العسكرية إزاء هكذا موضوع؟ أخي عيسى، أولا دعني أشكركم وأشكر قناتي أمان اليوم على الاستضافة. مرحبا بك. وأحيي التنسيق الكريم الأخ الملازم علي الجحبي، وأتمنى على الشفاء العاجل إن شاء الله، وأحيي مشاهدي قناة أمان اليوم جميعا. طبعا أخي العزيز، قبل الرد على سؤالك أتمنى أن تسمح لي أن أتقدم بقيادتنا السياسية الممثلة بفخامة الرئيس المشير عبد الرب المنصور، هذه القائد على القوات المسلحة، وإلى الشعب اليمني كافة فأحر التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الاستقلال الوطني يوم 30 نوفمبر 1967 المجيدة، عيد الجلاء الذي كان خروج آخر جندي بريطاني محتل من أرضنا الجنوبية. بالعودة إلى الإجابة على سؤالك الكريم أخي العزيز، الحديدة أصبحت لغز. طبعا معركة الحديدة ومعركة الجبهة كبيرة الساحل الغربي التي كانت تحقق انتصارات متسارعة يعني أذهلت الجميع، يعني انتصارات من تعز إلى المخا ومن المخا إلى مشارف الحديدة حتى وصلوا إلى عمق الحديدة، وحصلت هناك ضغوطات دولية وإقليمية بإيقاف هذه المعركة، وخاصة معركة الحديدة التي أوشكت على الاطباق على ميليشيات جماعه انصار الحوثي، وانهارت بشكل يعني ملفت، وكانت قاب قوسين ادنى من الحشد لانه حصل هناك تدخل وضغط دولي على ايجاد طرق نجاه لهذه الميليشيات، تمثل في ايقاف هذه الجبهه وهذه المعركه المصيريه والتي تمثل شريان الحياة للميليشيات الحوثية. نعم، أنت أشرت إلى أن دخلوا من ناحية ما سمي باتفاق السويد، وهذا الاتفاق كانت تنص بنوده على أنه يطبق آخر بنوده في خلال 30 يوما، أقصاها 30 يوما وأولها خلال أسبوع، ونحن اليوم في سنة لم يطبق من هذه الاتفاقية الحزبية حتى بند واحد، بل على العكس أن المناطق الرسمية لجماعة أنصار الحوثي يطمع على أكثر من قناة فضائية ويعلم صراحة بأن جماعة الحوثيين تضع قرارات الأمم المتحدة وتضع اتفاق ستوكهولم تحت أقدامها. يعني بعد هذا التصريح لا يحتاج إلى تفسير أن هذه الجماعة لا ترضخ قرارات الأمم المتحدة ولا ترضخ الاتفاقات، وإنما هي استطاعت أن تلعب على وتر حساس ومهم، استطاعت أن تأخذ هذه المبادرة التي كانت بمثابة طرق نجاة لهم، استطاعوا أن يلعبوا على عامل الزمن واستغلوا هذه الجلاء الحوثية في إعادة تدمير قواتها المنهارة في جبهة الساحل الغربي والحديدة على وجه الخصوص، وإعادة ترتيب صفوفها مرة أخرى وأمدت الجبهة بأكثر من 3000 مقاتل على مدار هذه السنة. آخرها قبل أيام يعلنوا عن مد جبهة الحديدة بأكثر من 1000 مقاتل وإدخال أسلحة نوعية وحفر مزيد من الخنادق ومزيد من الأنفاق تحت مدينة الحديدة والميناء،
طبعا هذه الامدادات والتجهيزات جعلت الجماعه الحوثيه تتحول من موقع الدفاع الى موقع الهجوم. والاستعدادات ولولا يقظه عمليه حراس الجمهوريه والمقاومه الشعبيه التهاميه ومن تبقى معهم من عمليه العمالقه التي استطاعت ان تفشل اكثر من محاوله عده محاولات لاختراق هذه الجبهه، وحتى يومنا هذا نسمع عن اختراقات اكثر من 13,000 اختراق منذ ان تم توقيع اتفاق ستوكهولم. وكثيرا ما نلاحظ انه عندما ياتي المبعوث الاممي الى الحديده يستقبلون ميليشيات الحوثي باختراق جديد دائما. اذا تلاحظ يا اخي عيسى ويلاحظ المشاهد الكريم انه عندما ياتي طريقه الى الحديده اول ما يستقبلونه باطلاق الصواريخ البالستيه والطائرات المسيره. نعم، هل يعد ذلك سيرة العميد تحديا من قبل الحوثيين للجنرال الهندي أبهجيت بوغا أم أن لك قراءة أخرى، يعني خاصة ونحن نلاحظ ونقرأ صمتا؟ يعني استطاعوا أن يفرقوا الاتفاقية ستوكهولم، هذه المهجلة استطاعوا أن يفرقوها من محتوياتها ويغيروها حضروها من اتفاق إخماء الحدود والموانئ الثلاث إلى إيقاف حرب، إلى إيقاف أطلاق نار، إلى إعادة انتشار، بمعنى أنه الجنرال الهندي مهامه هو إعادة انتشار ونقاط مراقبة، مع أنه ستوكهولم لم ينص على أن هذا الاتفاق هو إعادة انتشار أو نقاط مركز. هذا الجنرال الباكستاني أو الهندي الذي أتى مؤخرا وضع نقاط مراقبة وإبقاء كل القوى في المناطق التي هم مسيطرين عليها، يعني أفرقوا اتفاق ستوكهولم من محتوى نهائيا وجعلوه من اتفاق اخلاء الميليشيات الحوثيه من الحدود ومن الموانئ الثلاث الى ابقائها في اماكنها واعاده انتشارها. وانا اقول ان هذه يعني نقطه خطيره، ومن المؤسف ان اصبحت الشرعيه هي الطرف الاضعف والامم المتحده لا تولي اي اهتمام ولا تعطي اي احترام لاي طرف ضعيف ولا تتعامل الا مع الاقوياء. ونادينا مرارا وتكرارا انه يجب ان يتم انتهاء هذا الاتفاق. نعم. فقد عفى عليه الزمن ولم يتم تنفيذ اي من خلال الفتره الزمنيه المزمنه، بل اننا نحن الان في عام كامل سيرة العميد منذ ان تم التوقيع معه. نعم. كان مزمن من اسبوع الى اربع اسابيع على اقصى حد. بالتأكيد سأعود إليك للحديث حول استراتيجية الأمم المتحدة إزاء الملف اليمني وتحديدا الحديدة بعد أن أذهب مرة أخرى إلى علي الجحبي، وهو أحد الجرحى وملازم أيضا في صفوف الألوية التهامية. يعني الجنرال الهولندي كان أولا وبعد ذلك جنرال هندي، ما الذي قدماه هذان المبعوثان للحديدة وكيف تعامل مع الوضع القائم عسكريا؟ بالنسبة للاتفاق بشكل عام لم ينتج أي فوائد في الميدان ولم ينتج أي نجاحات في الميدان، فهو كلام أو حبر على ورق بصراحة. نحن حتى النقاط التي اتفقوا عليها، النقاط المشتركة أو غيرها، لم ينزعوا الألغام من أمامها ولم يوقفوا إطلاق النار، بالعكس اشتد الضرب والقصف على مواقع القوات المشتركة في الساحل، على المواقع في التحيتة، على المواقع في منطقة الجبلية التابعة للمديرية، والضرب على الدريهمي من جهة اللاوية، الضرب والضرب معروف، وتستطيع القوات المشتركة بالرد وتستطيع بالتسلل والهجوم إلى مواقعهم، مواقع قريبة ومكشوفة. ولكن الذي يربطنا هو الاتفاق والتزامنا بالقرارات الأممية والتزامنا بما لزمونا به، لكنهم لم يلتزموا بأي شيء. نعم، هناك خروقات تقدم عليها الميليشيات كما أشارت، كيف تعامل مع هذه الخروقات من وجهة نظرك المبعوث الأممي وفريقه وأيضا جوها؟ لم يتعامل بشيء. إذا كان ضربوا مقر الانتشار الأمني، مقر لجنة الانتشار، نعم، قصفوه وطيران مسير بيقصف، وكما شاهدتم الكل شاهد في كل وسائل الإعلام وفي القنوات صواريخ بتضرب على المخا، على المواطنين، على القوات المشتركة ومقراتها وقياداتها، وعلى مقر إقامة لجنة الانتشار. ماذا قدمت لحد الآن لجنة الانتشار؟ أين النجاحات؟ أين هذا؟
هم يتناقشون ويتآملون مع إصابة إرهابية لا غير، تريد قتل المواطن وتريد الحديدة من أجل كسب الأموال ومن أجل هي تندم من الحديدة، فالمنفذ الاستراتيجي لها أصبح الحديدة، فهو نهاية هزيمة المجشيات ونهاية انتهائها نهائيا بيكون دخول الحديدة، دخول القوات المشتركة إلى الحديدة. لكن ما هي هذه القرارات وما هذه، وفي أوقات لزما لم تتنفذ هذه القرارات ولم نقبل بحوارات، أين نعم. القيادات، أين دول التحالف، أين لماذا لم ينظروا إلى الواقع؟ الناس بتموت، يعني المواطنين بيموتوا من الحياة المأساوية التي هم فيها، من أوبية، من أمراض، والشرعية غايبة، يعني غياب كامل عن هذه الأشياء. نعم، هذا السؤال موجه إلى العميد ركن طيار، يعني هذا التخاذل وهو أحد الجرحى طبعا يتحدث أو يتساءل أين هو دور التحالف وأين هي الشرعية إزاء ما يحدث، كيف تقرأ أيضا هذا الصمت وكيف تقرأ أيضا تعاطي دول التحالف وأيضا الشرعية مع مثل هكذا وضع في الحديدة خاصة؟ في حلقات سابقة بأنه القوات التي تقاتل في إطار الشرعية أو في خط توازي مع الشرعية أنها ليست مرتبطة بغرفة عمليات واحدة وليست تعمل باتجاه واحد وباستراتيجية موحدة، بل هنا جبهات متناثرة وولاءات مختلفة، ولاءات حزبية، ولاءات أجنحة مسلحة، ولاءات مناطقية، وهذه مجرة، وهذا هو الذي يعيد الجنود التي تقاتل الحوثي بجميع اشكالها، هناك تنقسم الى ابعاد ثامنه، يعني وضحتها في حلقه سابقه، لان هناك الويه ما سميت بالويه الحدود السعوديه هي خارج اطار الشرعيه ما تتبع وزاره الدفاع اليمنيه، وهناك قوات تم تشكيلها خارج اطار وزاره الدفاع تتبع التحالف من ناحيه، ولكنها لا تؤمن بالشرعيه. طبعا اخي العزيز التحالف لم يتعامل مع المعركه معامله عسكريه بايديولوجيه عسكريه بعقيده عسكريه، بل هو تعامل بنوع من الايديولوجيات المبتدعه، فاوكل هذا الملف. نقول صراحه ان التحالف دخل في خطا كبير فيما حول ملف الحرب في اليمن الى جماعه الاخوان المسلمين والى الاخوان السلفيين، لان هؤلاء ينتقصهم الخبرة العسكرية، ولم يكونوا يوما من الأيام قادة عسكريين، ولم يكونوا ينتمون إلى السلك العسكري، وإنما أتت إليهم من خلال التحالف ووضعوهم في مكان ليس مكانهم، وجابوا مدرسين وبياعين بخور وبياعين العسل والحبس، ووضعوهم قاعد خلوية وقاعد محاور وقاعد مناطق. طبعا نحن نقدر من جل حياتهم وقتالهم في الجبهات في أينما كانوا، هم في الأول والأخير هم يقاتلون نفس الميليشيات الحوثية، لكن يقول أعطي خبات خدمة في النص، هناك كوادر عسكرية وهناك عقيدة عسكرية وولاء عسكري، لا يمكن أن يكون التعامل في المعارك العسكرية إلا بمنظور عسكري وليس منظور إيديولوجي. الأخوان في التحالف ارتكبوا خطأ لأنهم نظروا إلى قتال الحوثي بأنه يجب أن يكون ايديولوجيا من خلال جماعه الاخوان المسلمين والاخوان السلفيين، بدل يولوا اي اهتمام بالكوادر العسكريه المؤهله، يعرض الكوادر العسكريه ذات الرتب العليا والخريجين الفعل والاركان والذين لهم خبره وخدمات طويله، يعني اهملوهم واصبحوا في بيوتهم. نعم. طبعا اخي العزيز نحن تساءلنا كثيرا عندما تم اتخاذ خطوه ممتازه وعمليه اتخذت في جبهه الساحل الغربي على ارض الواقع، والتي تمثلت ضبط كل الأنظمة المقاتلة والمقاومة الشعبية بغرفة عمليات واحدة. هذا يجعل من تحسين أداء المقاتلين في كافة الأنظمة من خلال التنسيق التام والإشراف المباشر على مسرح العمليات بجميع سلوك الأسلحة المتوفرة، وإدارة المعركة بسهولة من خلال غرفة العمليات والتعامل مع العدو بحسب ما تعتبر الحالية. بينما في كثير من الجبهات التعامل تعامل عشوائي، وفي الجبهة الواحدة يوجد أكثر من ولاء ويوجد أكثر من استراتيجية وأكثر من خطة، فيكون يعني مؤمنة الجبهة لها إيديولوجية ولها ولاء، ويعني بقية الوحدات التي تقاتل في الميسر أو في القلب يكون لها ولاء آخر ولها خطة أي مغايرة، ولا يرتبطوا بغرفة عمليات واحدة ولا يرتبطوا بقيادة واحدة، بل أن الجبهة الواحدة تتكون من أكثر من محور من أكثر من منطقة،
تبعد هذه المناطق وهذه المحاور قياداتها لا تكون حاضرة في مسرح العمليات لمتابعة أفرادها وألويتها التي تشارك في أي جبهة، فيكون الأداء ضعيف، نقول أداء الخارجي. أنت تطرقت إلى مسألة مهمة جدا سيادة العميد، يعني أنت تتحدث عن التشظي في الولاء وأيضا تشظي في الصف العسكري، عن أي نصر مرتقب يتحدث هؤلاء في ظل هذا التشظي؟ يعني هؤلاء الذين ينبغي أن يكونوا صفا واحدا هم الآن الصفوف داخل الصفوف، يعني كيف تقرأ ذلك؟ أخي عيسى إذا سمحت لي، الشرعية مع الأسف لم تكن لي اهتمام للمعركة بمنظور عسكري، بمعنى أنه أنت عندما تبني جناح مسلح ولا حزبي أو تبني جماعة مسلحة لحزب معين سواء كان جماعة أخوان المسلمين أو ممثلة بالصلاحيين أو السلفيين، فهذه الجماعة تبني أجنحة مسلحة لا تبني جيش وطني على أساس معايير بناء الجيوش الوطنية والعقيدة العسكرية والعسكري. وهذا يعني كثير هناك في كثير من المقاطع من خلال التوعية للأفراد وقواتها يعني لا تمت بصمة إلى العقيدة العسكرية أطلاق. هذا يعني مريم مرة الأخ الشيخ محمد الحزمي يأتي كتوجيه معنوي ويغني لهم أغاني وأهاديل دينية، يا دمر دمير يا سراج الليلة، هذا عبد المحسن جانا يجري يركض مدري إيش والحب في قلبي يتقرر. يعني لم نعد هذه العقيدة في الجيش الوطني. في هناك العقيدة العسكرية مهمة، والولاء أن يكون لله الوطن ولا يكون لحزب أو لجماعة أو لمنطقة أو لأشخاص بعيدهم. هذا هو سبب الفشل الذي جعل الجبهات التي تقاتل في ظل الشرعية أو تقاتل في تواجي مع الشرعية حتى وأن لم تكن تعترف بالشرعية لم ترتبط ببعضاتها البعض، لا من خلال قياداتها العسكرية ولا من خلال فرصة عمليات مشتركة. الجبهة تقاتل ليس ما ذات تدري ماذا تعمل الميمنة، وأن الميمنة تدري ماذا يحمل الخلف في المعركة، وهم في معركة واحدة، وأن ولاءاتهم يعني متعددة ومتنوعة تنتمي إلى مناطق عدة تنتمي إلى أنوية مختلفة، لا توجد قياداتها في مسرح العمليات، قد يكون في جبهة واحدة هناك نوع يطلع المنطقة الثالثة والآخر المنطقة الخامسة والمنطقة السابعة، وهو يبعد عن قيادة منطقته مئات الكيلومترات ولا يستطيع أن يطير وقت حاجة الإمداد، ولا يستطيع أن يطير من ناحية الاتصالات ولا من ناحية الإسعافات الأولية للجرحى ولا من ناحية التعزيزات عندما يحتاجون التعزيزات. فيكون الفشل هو الغالب على هذه المعارك، ونحن قلناها مرارا وتكرارا يا أخواني الأعزاء، من المحيط أن تجعل الجيش الذي قاتل بسيط الشرعية أن تكون قياداته من بايعين البخور بايعين العسل والحرباء السوداء، وتقول لي لا طارق بن زياد هذا قاتل في الأندلس ما هو شرعي كلية، ومش عارف فلان كان قائد في الجيش الإسلامي. يا أخواني نحن في معركة عسكرية، والتكتيك عسكري لا يدركه ولا يعلمه فيها من درس على مقاعد الكليات العسكرية والدراسة العسكرية والدراسات العليا في القيادة والأركان، ما أكثرهم من ضباطنا المؤهلين والخريجين من القيادة والأركان ومن الكليات العسكرية هم مختلف صنوفها، وهم مهملين ولم ينكر لهم أي قيادة. يقول لك يضع على كل قائد إن وجد قائد عسكري يضع له مشرف، مشرف أبو خليد، مشرف أبو سمية، مشرف أبو، يعني لا يفرقون كثيرا حقيقة الأمر عن الحوثيين. نفس الاستراتيجية التي اتخذها الحوثي ووضع مشرفين على القادات العسكرية أيضا في الجانب الشرعي يضعوا مشرفين، والمشرف هو المتحكم بكل شيء ويتحكم بالمعركة، وهو لم يكن ينتمي إلى السلك العسكري، لا يسلك عسكري إطلاقا، إما كان مدرس يدرس طلاب الابتدائية أو كان عامل مع احترامي لكل الوظائف، أما يكون تاجر بخور أو يبيع عسل أو مؤذن في مسجد أو خطيب في ساحة أو خطيب في جامع، مع احترامي لهم جميعا نحن نعزهم ونقول لهم، لكن نقول هذه الساحة ليست ساحتكم، هذه معركة عسكرية يجب أن يتولوها القيادات العسكرية المؤهلة المشهود لها بالكفاءات والقدرة. تشخيص دقيق سيادة العميد، ويعني نستمع إلى تعليق أيضا علي الجحبي فيما تفضلت وذكرته، تفضل علي. بصراحة صدق بكل ما قال، نعم المعركة في الساحل الغربي والتنسيق العسكري مختفي نهائيا،
لا يوجد أي تنسيق ولا يوجد أي خبرات عسكرية. بعض الأطفال تولوا أمور احنا احيانا بنشوف يعني وضعنا بنقول مستحيل ننتصر برغم تقدماتنا وبرغم ما قمنا به وبرغم يعني النجاحات في الساحل الغربي معروفة، ولكن هو الله، لكن بقيادات عسكرية، قيادات ذو خبرة ذو كفاءة، لا مبتعدين يعني في إبعاد فظيع للقيادات والكوادر العسكرية، ولا يوجد أي قيادة بتحتضن الجميع أو بيكون العمل منسق عن طريق مركز عمليات واحد أو قيادة واحدة، التوجيهات واحدة لكي يعرفوا أين توزيع القوى، أين المواقع المتقدمة، المواقع المتأخرة، المواقع شبه متأخرة، المواقع شبه متقدمة. كل لواء وكل قائد وكل يشتغل بمزاجه وزي ما هو يعني زي ما يملي عليه عقله، برغم أنه ليس لهم أي عقول عسكرية بعضهم. يعني برأيك هل يعني هذا هو الـ 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 الشيء الوحيد الذي حال دون وصول إلى انتصار أو تحقيق انتصار معين؟ هل هذه هي المشكلة بالضبط؟ أنا بقول لك الانتصارات موجودة والحمد لله على أرض الواقع، والتحالف وعلى رأسهم دولة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة لم يقصروا بدعمهم وكل وعودهم وكل ما يعني يوجب عليهم نفذوه، الدعم اللوجستي، الدعم المعنوي، يعني لدينا أسلحة، لدينا لم يوقف أمامنا جيوش يعني مكتملة، ما بالك ملشيات، يعني شوية أطفال شوية. بس اللي إحنا ناقصنا هو توحيد الصف وتوحيد القرار وتوحيد القيادة داخل الجبهة، ويكون القيادة ذو كفاءة عسكرية، خريجين كليات، في ناس كوادر معانا، ولا خلاص الجيش السابق يعني حصل انقلاب مثلا من بعض الجيش السابق أو بعضهم كان تبع الحوثيين أو نكس للحوثيين وأصبح في صالح الحوثيين، خلاص يبقى الجيش السابق كامل نبعده؟ لا، في ناس تأسكرت من أجل الدين ومن أجل الوطن ولها مبادئ يعني ولها قيم من أجل دينها ووطنها، تأسكرت ونالت كل هذه المرتبة في المراحل العسكرية، ولكن إبعادهم ليس مقنع. ومن يتولى الأمور والله ناس ليس لهم أي خبرة عسكرية ولا أي فكرة عسكرية. أنا من صفتي يعني صفتي مدرب، عندما أوقف في أي دفعة كده يعني حالفنا الحظ أمسكها، برغم أنه ما فيش تدريب عندنا عالي أنا أقول لك في الساحل، بس إذا صادف يعني صادفتنا الصدفة وجمعت قوة كده وأسكرتها كان لها الوقت الإضافي خارج الميدان القتالي، وقت عندما أجلس أعلمهم الإغارات، الكمائن، كيف نصب الكمين، كيف الإجراءات الوقائية من الكمائن، كيف التصرف عند الوقوع في الكمين، ألاحظ على القيادات اللي ماسكين زمام الأمور هناك يتفاجئوا ويجلس معاك في اليوم ذاته ويسألك كيف ذا وإيش، وكأننا كنت أتكلم مع كان أمامي طفل يمكن الفرد أشياء يكتسبها مع أنه من يقود، مع أنه هو من يقود فعلا. نعم، سيرة العميد يعني مسؤولية من هذا، كما استمعت إلى 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 هذا الانشقاق وهذه الغوغائية والفوضى فيما يتعلق بالقيادات العسكرية وأيضا التعدد والتشعب في الولاءات كما ذكرت قليلا، من يتحمل المسؤولية بدرجة أساسية وأولى؟ سيرة العميد هل تسمعني؟ معك حميد، معك. نعم. طبعا أخي عيسى بالنسبة لي تتحملها قيادة العيان كرة المسلح المرتب الخامس الأخير الرئيس عجل الله فرج له من ثم وزير الدفاع وكل شيء في الأخير العام، هذا لهم الذين يتحملون المسألة في الدرجة الأولى، فاتهم كمسؤولين مباشرين في وزارة الدفاع وفي القيادة على القوات المسلحة. أيضا يجب أن يكون هناك تعامل مع المعاكات احترافية ومهنية عسكرية بحتة، ولا يسمحوا لأي إيديولوجيات أن تتحكم. مع الأسف أنا أقولها صراحة وأقولها لأول مرة من خلال قناتكم المباركة، أن الشرعية ووزارة الدفاع مسيطر عليها من قبل جماعة الأخوان المسلمين بجميع مفاصلها ودوائرها العسكرية، وهذه القرار الأول والأخير هو المتحكم جماعة الأخوان المسلمين، ولا يضعون أي قيادة إلا تحت إشراف مشرفين من قبلهم أبو
القدس ابو جعفر ابو مش عارف ايش، يعني ما خلفوا ما كثيرا عن ايديولوجيه الحوثيين، الا ان الحوثيين يمتازون انهم يقاتلون تحت ايديولوجيه واحده وتحت قياده واحده، بينما الطرف الاخر اكثر من ايديولوجيه واكثر من طور واكثر من هدف واكثر من استراتيجيه. فنحن نناشد الاخ فخامه الاخ الرئيس عبد الله المنصور باستشاره قائد الاعلى للقوات المسلحه ان يشكل لجنه مهنيه حرفيه من القاده العسكريين المشهود لهم بالكفاءه والنزاهه والقدره، بان يوجههم الملف العسكري بشكل عام لا يضع عليهم مشرفين من ايديولوجيات اخرى لا متصله بالقياده العسكريه ولا متصله بالسلك العسكري. يا اخي لا يصبح ان تاتي بمدرس يدرس صفراء ابتدائي وتضع قائد محور او قائد لواء، او تاتي بشخص كان يبيع في على باب مسجد مسابح ومساوي، او تاتي بشخص كان يبيع عسل او يبيع ما هو يبيع عسل ولا يبيع قائد. يعني احيانا تجده قائد لواء وبعد ايام يقول لك معي اربع دباب عسل اذا في مشتري بنبيع العسل. اما ان يختاروا بين العسل وبين العسكريه لا يجوز الانسان ان ياكل بالثنتين ومن اكل بالثنتين احتاج. هل نحن لسنا غاضبين ونطلب كل ما يتم بنائه في اطار الجيش لا يبقى الى مستوى الجيش الوطني، وانما هو اقرب الى بناء اجنحه مسلحه ولاءات حزبيه ولاءات مناطقيه ولاءات لا تمت بصبه الى الولاء الوطني لله وللوطن ولا تمت بصبه لمعايير بناء الجيوش الوطنيه. نعم، لكن هذه الفرق كما اشرت والكيانات التي اشرت اليها ايضا تدعمها دول، كل طائفه وكل فئه مدعومه من طرف معين ولعل كل ذلك في فئه التحالف. نعم، يعني نعم الى 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 اي مدى انا 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 يعني تكلمت في البدايه وقلت ان الاخوان في التحالف العربي يتحملون جزء، لكن هم تداعمون، هم ينظرون الى مصلحتهم. الاخوان في التحالف العربي لم يكونوا دارسين موقف اليمني دراسه شرفيه مهنيه، هم نظروا الى ان المعركه لن تستغرق الا اسابيع واذا طالت شهر او شهرين، فجعلوا المعركه ان تكون معركه ايديولوجيه دينيه. من هم الايديولوجيين المعادين لهذه الايديولوجيه الحوثيه؟ هم الاخوان المسلمين والسلفيين. نعم، واولهم ورع عن كامل الملف اليمني، الملف المعركه اليمنيه مع الحوثي، الاخوان في التحالف على راس المملكه العربيه السعوديه اولتهم الملف في المعركه، اولت الملف ايضا في ولاء مناطقي الذي يتمثل في الانتقالي والحلول التي تم تشكيلها، وكلها هذه كانت خارج اطار معايير بناء الجيش الوطني. نحن لا نستطيع اليوم نقول ان اليمن يمتلك جيش وطني، لا نستطيع. اذا كنا عسكريين شرفيين مهنيين لا نستطيع نقول ان اليمن يمتلك جيش وطني. اليمن يمتلك عدة جيوش بولاءات مختلفة، إدراج بإيديولوجيات مختلفة، استراتيجيات مختلفة، كلها باتجاه الحوثي، منها من يؤمن بالشرعية ويقاتل الحوثي، ومنها من لا يؤمن بالشرعية ويقاتل الحوثي، ومنها من أجل أجندات ومصالح أخرى. نعم، أشكرك جزيل الشكر. هذه مشكلة كبيرة وعويصة سنواجهها في المستقبل، سنواجهها الأجيال عندما ينتهي الحرب الحوثي، سواء تم بالحسم العسكري، والذي انا الان اشكك انه سيكون حسم عسكري او حسم عسكري لهذه المعركه. عندما تنتهي معركه الحوثي سنجد انفسنا باننا دون جيش وطني، بل ان هناك جيوش متعدده بولاءات متعدده وايديولوجيات مختلفه تتصل احيانا الى حد تناحر. يا رجل عندك تعز قوات الشرعيه تتكاتل فيما بينها، زين قوات ابو العباس لها ايديولوجيات خاصه فيها ولها دعم خاص فيها، وفي نفس الشارع الثاني توجد قوات للشرعية تتكلم مع قوات ابو العباس وتكفر قوات ابو العباس، وابو العباس يكفر قوات خالد فاضل الزميل خالد فاضل. على فكرة اوجه تحية للزميل خالد فاضل فهو من زملائي. فيعني هذه لم تحصل في بناء الجيوش الوطنية، ان تكون يعني مختلفة الايديولوجيات، مختلفة العقيدة، مختلفة التوجه، مختلفة الاستراتيجية. هذا نعم. عيب كبير ويجب ان يتم اصلاح هذا الخلل، والا هذا الخلل سيدخلنا في حيث بيس وسيدخل اليمن في المستقبل في مغادرات وفي مشاكل اذا ما استطاعوا ان يحلوا مشكله الحدود. هذا هو الاحسن، الانتقال ما حصل بعدم هذه بوادر
الإنشاء لقوات مسلحة خارج عن الولاء وخارج عن أطار وبوادر إنشاء الصراعات قادمة ومؤبجدة. شكرا جزيلا لك سيادة العميد ركن الطيار حسين العمري على سعادتي صدرك وعلى الحديث بكل شفافية وبكل صراحة فيما يتعلق بالموضوع. أترك لك رسالة أخيرة وبأقل من دقيقتين علي على الجحفي لمن تريد أن توجهها فيما يتعلق بالوضع في الحديدة ويعني تعقيبا لما ذكره سيادة العميد. بصراحة سيادة العميد تكلم كلام بكل شفافية ووضوح. فعلا في الميدان من هم ماسكين أمور القيادة الذين كانوا يبيعوا مساويك يبيعون مسابع أمام المساجد، مدرسين، سواقين، مترات، يعني هذه البيئة التي تقود الجيوش داخل الجبهة في الساحل الغربي. لكن نتمنى أن تمسك الأمور قيادات أسكرية حكيمة متعلمة متخرجة من كليات أسكرية لديها الخبرة الميدانية، لديها الخبرة القتالية، ولديها الحنكة الأسكرية الكافية على حماية أفرادها وعلى تحقيق الانتصارات وعلى حتى إن واجه الخسائر يواجهها بأقل الخسائر. وليس يعني أنا أكثر ما طلعت من أجله، أنا بصراحة أخي شهيد في المعركة في الساحل الغربي وأنا جريح شبه معاق الآن إن لم تلحق بحالتي وأطلع إلى دولة ألمانيا وألحق بحالتي يعني وأكمل علاجي، حالتي خلاص منهارة. وغير الكثير من خسر أخوه، من خسر أباه، من خسر نفسه وصحته. لهذا نحن نتكلم نقول اتقوا الله فينا. بصراحة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لم يبخلوا بشيء علينا، داعمنا بكل ما آتاهم الله من قواه ومن دعم، من دعم لوجستي زي ما تكلمنا، من أسلحة، من مال، من كل شيء موجود الحمد لله. بس لا ينقصنا سوى القيادة الحكيمة والإدارة التي تعرف أن تقود، مش يعني عمل يوم يجلس يدرسها شهر، تخيل شهر كامل يدرس عمل يوم. إذا جينا بس في ناحية العلاج بس ونميزهم ما بين يعني نميز طارق العميد طارق ونميز القوات الأخرى في الساحل، نشوف هنا جرح العميد طارق بصراحة لا نسمع لهم أي، بالعكس كل ما صادفنا صديق منهم أو زميل يحدثنا بكل يعني معنوية وإن العلاج بأكمل وجه يعالجوه وما فيش أي إشكالية في علاجه. كلمة ثانية يقول لك أنا جريح وطن، أنا طرحت دمي يعني وقدمت حياتي الذي لا شيء أغلى منها، أدهم بيأملون هذه المعاملة؟ يقول لي أنتم كيف علاجكم؟ بصراحة أخزى أن أكلمها كيف علاجنا. نحن لن نجد يعني أبسط الحقوق، يعني نتكلم تتكلم مع المندوب ما فيش معانا مناديب بصراحة كوادر، مناديب يعني قادر يدير عمله أو قيادات، تتكلم مع المندوب يقول لك تكلم مع القائد، تتكلم مع القائد يقول لك تتكلم مع المكتب، والمكتب يقول لك أنت تبع القائد، ما تدريش أنت تبع مين. هنا بتتآلق، إحنا في دولة مصر العربية خارج بلدنا، يعني المفروض أننا لا نجلس نجري ونشارع وراء علاقنا، نلاقي علاقنا بأكمل وجه ونحن جالسين في شققنا في منازلنا. طلعونا هنا لكي نتآلق ولا لأجل السياحة؟ نحن ما جينا لأجل السياحة، جينا لأجل نتآلق ونستعيد قوتنا ونستعيد عافيتنا ونعود إلى أرض الميدان وننقذ الشعب الغلبان المتأسف على أمره الذي لم يجد قوت عيشه وآدها تلاحقها الأوبئة والأمراض. بصراحة الشرعية غايبة غياب يعني كامل في أمور الأمراض والأوبئة الذي يواجهها أبناء تهامة، ولا أبناء تهامة غير محسوبة للشعب اليمني، قلدكم الله جميعا. أنا أتكلم مع الشعب وما العامة، الشعب التهامي بيموت من الجوع، من الأوبئة، من الأمراض، أين الشرعية من ذلك؟ لم يتواجد في الساحل الغربي سواء مركز الملك سلمان حفظه الله والهلال الأحمر، هذا الذي يتواجد وبقدر ما استطيع أشياء يعني ببعض الأشياء الذي يستطيع فعلها أمام هذه الكارثة يقوم بها. تباقي أقسم بالله في ناس يتمنى الخيمة، خيمة يتمنى من أجل أن يدفي بها من البرد أو يحتمي بها من الحر، والله ولم يملكها. 8 مخيمات يعني 4 في الخوخة والباقي متوزعة في المناطق المتحررة، ناس عايشين مأساة. من هو يرغب أو يحب أو يعشق أن يتغرب من بيته، من غرف، من مكيفة، بكل ما تملك وما يحتويها البيت؟ ها وإيش كريم
ويوصل لك إلى خيمة وأداء لا يملك الخيمة الكافية لسترته وستر عائلته. نرجو من الإخوة القيادات في الساحل الغربي من كان لهم الكفاءات ومن كان لهم الدور أو تغيير هذه الأمور وحل حالة المشاكل أن يوقفوا بوقفة رجل واحد وأن يوقفوا بموقف شريف ها على هيكلة القوات داخل الساحل الغربي ووضوع كل شخص في مكانه الطبيعي ومكانه الذي يستحقه. لا أبناء الناس ليس أبت ولا لئب في أيديهم بصراحة. نحن ضحينا بأخواننا ضحينا بأغلى ما نملك من خيرة الشباب. يعني أنا من النوع الذي حشت خيرة الشباب من أبناء تامة. لم أتواصل يوم إلا برجل أعرفه كفو وعنده الغيرة على وطنه وخيرة الشباب حشدناهم. رحمة الله عليه أسامة المحرقي أسد زبيد مات انسحبت مدرآت. كانت القيادة على مدرآت أمامنا انسحبت القيادة التي تسوق المدرآت وعند انسحاب المدرآت بدل ما يأخذوا قتة هذا الأسد انسحبت المدرآت وعند انسحابها انسحبت كل القوى الأفراد. طبعا عندما أشوف الفرد عندما يشوف مدرآت انسحب مدرأة بمضاد رصاص بأسلحتها الثقيلة عليها بتنسحب ينسحب الفرد على طول. ودخلنا وغامرنا أنا واحد الله يستر عليه ويحفظه المروي وأخرجنا قتة هذا الشهيد الأسد أسامة المحرقي. وعند أودتي ألتف قرح باللغم لكي ألتف لمن قتل أسامة المحرقي رحمة الله عليه قرح بي اللغم في نفس الخط وأشك إنه لغم يعني حديث زرعة لكن لا أتهم أحد بس أقول بقلة الخبرة لزما يعني قوة بتدخل قوة بتخرج يكون الخط يعني محصن الخط مراقب الخط محمي. لكن لا يوجد هذا كله. ندخل على سلام الله ونخرج على سلام الله. لم يحمينا إلا الله ولم يقدمنا إلا الله ولم ينصرنا إلا الله. لكن لا يوجد لدينا أي مخططات أي تنسيق أي نعم. بصراحة نعم. استهتار والله. سيرة العميد يعني الملازم علي الجحبي أتمنى أن أكون قد تركت لك الفرصة لإيصال رسالتك كما ينبغي أن تصل وأتمنى أن تكون أو أن يكون لهذه الرسالة وقعها وصدها. لدي كلمة لو تسمح لي كلمة واحدة باختصار إذا سمحت تفضل. أنا أتمنى لو كان يعني يقدر ما قدمناه ها وما قدمناه من أخواننا ومن أجسادنا ومن لحمنا ها يعني في من يقدره من القيادات سواء العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح أو غيره من لديهم الأمر ولديهم يعني الاستطاعة أن يوقفوا معي ليس بالمال لا بالقرار. يعني أنا جريح أنا أستحق أنا قدمت يعني أغلى ما أملك وهي صحتي وأخي الوحيد حمدان رحمة الله عليه فليوقفوا معي بموضوعي. طبعا التحالف المكتب هنا قال التحالف لا يسافر لألمانيا للهند لروسيا. أنا حالتي لا يقبلها الآن بعد شتى العمليات يعني 3 عمليات في اليمن وفي مصر. الآن قالوا ليس لك إلا مركزين في العالم فرنسا أو ألمانيا. الآن أتمنى الآن وافقت الإمارات وافقتها دول التحالف وافق مكتب التحالف في الساحل الغربي ولكن الآن سرعة التحرك لأن يدي لدي تقارير بأن يدي حالة طارئة وإن راحت يدي أنا الوحيد الذي أول أسرتي وأول يعني بقدر ما قدمنا وذا يقدروا شوية ما قدمناه ونحن لا يعني نصنع بما قدمناه لا ذلك لله وللوطن ولكن يشجعونا لكي يتشجع ما بعدنا من الشباب ويشجعونا لنعود بقوتنا وصحتنا ونشارك ونلحق أخواننا بين الجبهات ونضم صوتنا إلى صوتنا إلى صوتك ونتمنى أن ينظر إليكم بعين الاعتبار وأمثال حالاتك كثير جدا. أشكرك نتمنى. وأشكر قناة اليمن اليوم وأشكركم على هذا اللقاء الرائع شكرا وعلى جزيلا. هذا البرنامج الرائع شكرا جزيلا لك الملازم جميعا. شكرا لك الملازم علي الجحبي من الألوية التهامية وأحد الجرحى الذي ناشد من خلال هذه الحلقة كل من كان له قلب بالنظر إلى حالته كونه قدم أخا له وأيضا يعني حالته أو حاله حرجة كما أشارت التقارير وهنالك الكثير من الجرحى الذين يعانون معاناة علي الجحبي. أشكر لكم أيضا أنتم أيضا مشاهدي الأعزاء حسين الإصغاء والمتابعة. شكرا لضيفي العزيزين العميد ركن الطيار حسين العمري الذي كان معي عبر الهاتف وعبر الأقمار الصناعية ملازم علي الجحبي من الألوية التهامية والشكر موصول لكم أيضا أنتم مشاهدينا في حلقة قادمة لدينا قضية أخرى وضيف آخر حتى الملتقى استودعكم الله والسلام عليكم.